كشف سعيد عبيدة نائب رئيس اتحاد الكرة الإماراتية عن تنظيم حفل تكريم للمنتخب الوطني المصري خلال الودية التي تجمعه بمنتخب الإمارات يوم 9 نوفمبر المقبل. كان هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر قد وافق على خوض مباراة ودية أمام نظيره الإماراتي بالإمارات على أن يتوجه المنتخب الوطني مباشرة من الإمارات إلى غانا لمواجهة منتخبها في الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم روسيا 2018 والمقرر لها يوم 12 نوفمبر بكوماسا.